والله ندوة اليوم هذه ندوة صحفية حبينا نعملوها اليوم باش نطرحوا على الرأي العام الخدمة اللي قمنا بها في إطار المسار التأسيسي لحركة تحية تونس بعد الاجتماع الحاشد اللي عملناه في مستير يوم 27 جانفي الفارط بوجود إطاراتنا. اليوم كلفوني يوم 27 كلفوني واعطوني الشرف باش نجم نخدم على خارطة الطريق تكون خارطة طريق واقعية لتنظيم كما طلبوا مني تنظيم أول مؤتمر تأسيسي انتخابي. اليوم كما شفتوا قدمنا خارطة الطريق المفصلة، قدمنا أيضا آليات المؤتمر كيفاش يتم الانتخاب، فين يتم الانتخاب، على أساس يتم الانتخاب، قدمنا الشخصية الوطنية اللي ماهيش باش تكون منخرطة في حركة تحية تونس اللي باش تشرف واللي باش تعاوننا على نزاهة وعلى مصداقية هذا المؤتمر، وقدمنا أيضا الشعار هو علامة النصر اللي هو باش يكون الشعار الجديد لحركة تحية تونس. هذا الكل يجي جمعتين بعد الاجتماع نتاع المستير اللي كما قلت لك كانت فيه مسؤولية كبيرة اللي كلفوني بها المجتمعين غاديكا، وانا نحييهم من هذا المنبر ونقول لهم راهو ثقتكم مسؤولية وان شاء الله نزيد نقدموا لإنجاح هذا المؤتمر التأسيسي الأول لحركة تحية تونس.